بس شو شو اجتماعك هذا؟ اسال اسال شو لا هو رايح مؤتمر صحفي ما خلص هناك واي شيء بده من الحركه احنا راح نعمل. نحن في كتلة المستقبل وعلى رأسنا الأخ الأسير مروان البرغوثي، واستجابة لنداء كل الإخوة الأسرى في السجون الإسرائيلية وتماشيا مع كل ما علمنا وزرعه فينا الرئيس الراحل ياسر عرفات، نؤكد اليوم بقرارنا بتوحيد كتلتي الحركة استجابة لكل ما تقدم، حتى نذهب في 25 يناير القادم ونحن موحدين متحدين متوافقين على دعم أبناء الحركة، سواء كان ذلك في الدوائر أو في القائمة. شكرا جزيلا. خليكم قاعدين يا شباب.